بارك الله فيك. اذا السلام عليكم احبابي في الله، حياكم الله. كما تشوفوا معنا البلاكا قبل وبعد، ف البلاكا سبحان الله العظيم كانت ثقيله بزاف، لان ماشي حنا اللي صوبناها، حنا غير عاودنا ليها، مرتتنا شويه. ولكن انا تنصي الناس اللي خدامين في الدومين ضروري ديروا القنبه، وضروري جوج الناس يكونوا الفوق باش هما اللي بروتيجيو لكم الثقل. الا جا بلاكين ثقل ضروري شي واحد ولا جوج الناس يكونوا الفوق، وتكون القنبه غليظه بحال هذه. تكون القنبه غليظه وتكون طويله شويه السلالم ديالكم، لان الحياه ديال الانسان مهمه في الامور هذو، لا الحياه ديالك انت ولا الحياه ديال الناس اللي غيقدروا يكونوا دايزين في نفس المواضيع، ولا الناس يقدر يعني المره بصفه عامه. وسبحان الله العظيم هذه البلاكه هذه تلاقينا معها، يعني ما شاء الله تلاقينا معها ثقيله نيت، يعني الخدمه القديمه حنا غير عاودنا ليها يعني درنا ليها لا كوبوند مع البلكسي كلاس كما تشوفوا معنا. يعني الإخوة الله يجازيهم بخير تعاونوا مزيان. أرا نشوفوا الضربة السي وليد راه كلاها كاع، أرا وليد يعني لولا ألطف الله لا تهرس الأخ الكريم. هو الضربة شتيها، الله المستعان. يعني البانو كان ثقيل 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 بزاف، بحال فيه الحجر، نسأل الله السلامة والعافية. شد ليه سلوما وليد، شد ليه ودي لا يطيح. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا كيدير اخويا، بخير بخير الحمد لله. شحال اخويا كيدير هذا بحال البلايص هذا؟ اذا احبابي في الله كما تشوفوا معايا الان، يعني ضروري من القنبه الا بغيتي تخدم شي حاجه، اي يعني اي بانو شوف ليه شي بليصه فين دير القنبه ديالها، بحال هكا كما تشوفوا معايا الان غادي نحاولوا اننا نهزوا بها البانو ديالنا. هو الاخ يعني تيربط القنبه، فهذا يعني فيه يعني امان، يعني في السيكوريتي اللي كنت والناس اللي كاينين معك، وكذلك حتى المره الناس اللي دايزين في الطريق ولا شي حاجه بحال هكا، وفي نفس الوقت يعاونك، لان ما تقدرش تهز البانو ديالك انت تهزو بوحدك في السلوم، لا يمكن. اذا نحن في الله كما تشوفوا معايا الان، يعني حالة نوريكم دي تكنيك باش انكم تهزوا البانوات وتفيكسيوهم، سواء كما تشوفوا معايا هذا سميتو قادوس
تقريبا ديال 120. اذا فبش الله ان المعلومه تكون تفيدكم ان شاء الله تعالى.